في اطار محاربه الجريمه المنظمه بشتى انواعها عبر اقليم المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بالغواط تمكن افراد فرقه الابحاث من وضع حد لنشاط جماعه اجراميه منظمه عابره للحدود الوطنيه تقوم بالنقل والتخزين والمتاجره غير المشروعه بالمخدرات عبر كامل التراب الوطني والمتكون عددها من سبع اشخاص من جنس ذكر احدهم من جنسيه اجنبيه يتراوح سنهم من 30 الى 52 سنه حيثيات القضيه تعود الى قيام عناصر الفرقه الجهويه المتخصصه في مكافحه التهريب التابعه للمدير الجهويه للجمارك بالغواط بتفتيش مركبه سياحيه نوع داسيا دوستر على مستوى الطريق الوطني رقم واحد الرابط بين ولايتي الغواط والجلفه اين تم العثور على كميه معتبره من المخدرات الصلبه كوكايين تقدر ب 44,278 كيلوغرام على شكل صفائح مخبأة بإحكام على مستوى المركبة ليتم حجزها وتوقيف السائق بعد التحقيق وتكثيف التحريات تم, تم تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن لتمكن من توقيف أفراد الجماعة الإجرامية والبالغ عددهم سبع أشخاص مع حجز ثلاث مركبات وهواتف نقالة ومبالغ مالية تقدر ب 231 مليون و ألف سنتيم 7900 أورو و1302 دولار